لو سألت شخص أجنبي تعرف مصر وقالك لا ما تتسرعش وتشتمه وتتهمه بالعنصرية، هو فعلا ما يعرفش مصر لكن الأكيد إنه يعرف إيجيبت. أبسطهالك، لكل دولة اسم بيستخدمه أهل الدولة دي للإشارة عنها اسمه إندونيم، واسم تاني بيستخدمه أهل الدول التانية للإشارة عن نفس الدولة دي اسمه إكسونيم. يعني لو قلت لك تعرف حاجة عن هانبوك أو شوسان أو شكبيريا أو هايستان أو نيبون أو إيلادا أو جونكوا هتقولي أكيد إنك ما تعرفش عنهم أي حاجة، لكن المفاجأة إن كل الدول دي مشهورة جدا وكلنا نعرفها، ومننا ناس كتير كمان زارت الدول دي وما تعرفش إن اسمها كده. يعني مثلا هانبوك هي كوريا الجنوبية، وشوسان كوريا الشمالية، أما إيلادا فهي اليونان، ونيبون هي اليابان، أما جونكوا فهي الصين. فطبيعي إن الأجنبي يبقى مش عارف كلمة مصر.